هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. وبرعاية المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية. ممكن هلا انا وياك اورجيك ليش نرسم على اللوح مع بعض. هذا اللي بدنا اياه. يعني انت جبت الوايت بورد هون، اوكي، راح تقوم محمد وترسم للمشاهدين حاليا السيناريوهات المحتمله. صح. او ممكن شو محتمل، عشان احنا كمان بنحب انه احنا نحكي للناس انه احنا عم نتوقع. حلو. صح. ولكن هذا التوقع امامنا مثلا السيناريو رقم واحد، او امامنا الاحتمال رقم واحد، وامامنا الاحتمال الاخر. صح. انا بعرف انت قد ايه محبتك للمنخفضات الجويه جدا، وبلاش اتعرف يعني قد ايه انت بتحب الثلج وقد ايه عندك شغف بهذا الموضوع. صح. فيعني بعرف انك انت بتتمنى الثلج زي ما بتمناه كل المواطنين الاردنيين. صح. زي ما بتمنى انا شخصيا، ولكن كمان في عندنا احنا علم، وفي عندنا منطق، وفي عندنا اكيد هذا كله بيجي بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. فراح نطلع محمد معك، وراح تقوم على الوايت بورد عشان نشوف احنا والساده المشاهدين ايش السيناريوهات المتوقعه. طيب. لمنخفض يوم الجمعه، هل ممكن نشوف عمان بيضاء؟ هل ممكن نشوف المرتفعات الجبليه الاقل من 1000 او الاقل من 1100 او 1200 متر؟ يعني غرب عمان. نعم، غرب عمان. يب. بالتحديد. وان شاء الله يعني احنا زعلانين ننزل على الزرقاء وعلى شرق عمان، ما فيش مشاكل. تفضل محمد، الكاميرا معك والمايك معك، بدنا طيب نعرف الاشياء او السيناريوهات المحتمله. محمد معنا سريعا. نعم. يعني انا هرسم طبعا رسم سريع، فما تمام. يعني ما تحسبوني على الحدود بالضبط، انا قاعد عم برسم فقط خريطه جغرافيه. هذه البحر الاسود، هي اليونان، تمام، هي ايطاليا، ما تحسبوني بالضبط على الحدود، هي مش اسبانيا. بس احنا بدنا شيء تقريبي عشان نقدر 100% نوصل لنا الصوره يعني. تمام. أوه. هي الجزيره العربيه. تمام. أنا هيك خلصت رسم المملكة، بتقع في شرق البحر المتوسط في هذا المكان، بهاي النقطة اللي أنت غمقتها باللون البرتقالي 100%. هلا اليوم الجمعة أو الخميس، أو حتى بنعتبر من يوم الأربعاء أسامة، في هاي المنطقة تقريبا مرتفع جوي عم بتمركز تقريبا في منطقة الجزائر، المغرب. حلو. حتى على جنوب إسبانيا، فهاي المنطقة في عندنا مرتفع جوي مركزه جيد جدا، وطريقة تمركزه ممتازة جدا صراحة. طبعا. هذا التشكل، هذا المرتفع الجوي عم بيخلي فيه زي ما نحكي تيارات هوائية أطلسية وقطبية في ذات السياق، عم تندفع وبتدفق نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط زي ما احنا شايفين بهذا الأسلوب. تمام. هلأ سبب التغييرات اللي بتصير احيانا، انه ليش مثلا يكون في عندنا ثلج على 900 او ثلج على 1100، مثلا الهواء البارد لو كان ماشي في هذا المسار ودخل المملكه بيكون مثلا ثلج على ارتفاع 1000 متر على سطح البحر، لو هذا الخط نزل اكثر للجنوب صار تحت، هذا الخط مثلا بيكون على ارتفاع 900 متر وهكذا. فهذا هو تدرج الهواء البارد اللي بيصير. ليش بيصير في تغييرات؟ لانه النماذج العدديه اللي بتستشعر الحركة هاي الكتل الهوائية دائما بيكون ثقتها منخفضة أو قدرتها منخفضة في المنطقة اللي راح أرسمها هلأ باللون الأخضر. هاي المنطقة هي تقريبا منطقة الجزر البريطانية وفرنسا، هاي المنطقة تقريبا. طبعا. هاي المنطقة نقدر نحكي إنها مناطق كثيرة التغير بشكل كثير كبير، دائما في تغييرات، والنماذج العددية اللي بتلقط حركة الكتل بتكون متغيرة، يعني ما بتكون ثابتة، فبصير كل تحديث عم بينزل من هالخرائط مختلف. طب شو تأثيره عنا؟ إذا المرتفع الجوي هذا طلع أكثر نحو الشمال في هاي المنطقة وكان فعلا اشتغل كحاجز ضد الرياح القطبية، اللي رح يصير إنه هذا الخط على سبيل المثال بيطلع حوالين هذا المرتفع ونزوله بيصير أعمق للجنوب، فبالتالي بيصير فهو بارد أكثر تدفقا للجنوب. على الجانب الآخر، لو هذا المرتفع الجوي نزل لتحت بسبب انه في عندنا تيارات اطلسيه قويه او دفعت هذا المرتفع اكثر لتحت، اللي بيصير في هاي الحاله انه الهواء البارد ما بتموج، بالتالي بضل دغري ماشي. نعم. بيصير على شكل تيارات افقيه وما بينزل لتحت، فبيصير عندنا الهواء البارد محشور في طبقات الجو العليا. فاللي عم بيصير حاليا معنا انه احنا عم نراقب تحديدا، يعني عين معظم المتنبئين وهواة الطقس تقع على هاي المنطقه، عم نشوف اذا المرتفع طلع معناته منخفض نزل بقوه. الجيد والسيء في هذا الموضوع انه هذه المنطقة غير ثابتة،
يعني هاي منطقة نشاط أطلسي جدا كبير، فبالتالي كل تحديث هاي المنطقة عم تتغير وبتأثر مباشرة على شرق البحر الأبيض المتوسط. لكن اللي تقريبا ثابت إنه المرتفع متمركز في منطقة جيدة جدا، وطريقة تحرك الهواء البارد يعني تضمن على الأقل مناطق المرتفعات الجبلية العالية على أقل تقدير إنها يوصلها تساقط ثلجي. هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. وبرعاية المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، منصة أبواب التعليمية.